طيب طيب يو هنية، ازيك يا بنت؟ من يمتي الحمد لله، ومن يمتك انت ازاي؟ انا حلوة وزي الفل. يلا اندهي اندهي قبليتي. يو ما تخش يا بنت تندهي لها، انا مستعجلة وراح اجيب الخضار واللحمة، ما جبتش حاجة لسه. خش. ايه ده، خضار ولحمة في طبق واحد وتطبخوهم بسمن بلدي كمان؟ ايوه اتفضلي اتصوري معاه. خش يلا. طبق الغنم لاغمط، طبق الفقير لحصول عيال. الله يرحمك ياما، النهار مش هفلات. ايه الهنا ده كله؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. اهلا يا هنيه. اهلا يا قبلتي، اهلا اهلا بيكي. امال فين مرات ابوكي فتحيه؟ من يمتها هتستناكي تحت، ومن يمه السلم مش قادره تطلع عليه. طيب اقعدي اقعدي. واقفه ليه؟ يكن اني ورايا حاجات ياما في البيت لازم امشي. لا استني شويه، اصل انا محضره لك شويه حاجات كده هديهم لك. ينصرك ينصرك على مين يعديك يا قادر يا كريم. تقعدي على حرير يا رب، وتقفي ما حد يطولك يا قادر يا كريم. خدي يا بت، مش خساره فيك، الهدوم دي عشاني. يكبر بخاطرك يا قبلتي، لكن بس ايه يا بت بتبسبسي ليه؟ في ايه؟ انا خايفه وعظمي بيلق في ترابيزه. عظمك بايه؟ الله العظيم ده انت نكته. ايه يا بت اللي مخوفك بس وعظمك بيلق ليه؟ انا مش بعرف استعبط، خايفه ان انت تاخد الهدوم وتديهم لبنتها. طب اياك هي تاخده، انا مديهم لك انت، اياك هي تعمل كده. حلوين قوي حلوين قوي يا قبلتي، مفيش جزمه البسها عليهم. يا بنت ما تبقيش طماعه، المره الجايه ابقى محضره لك الجزم. مبروكين عليك. ينصرك على مين يعديكي ويعوض عليكي قادر يا كريم. ربنا يسمع منك. انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه يا بنتي هنيه.